وينضم إلينا للتعليق على هذه النتائج وعلى خبر الاكتتاب عبر الهاتف السيد طراد المحمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي مباشرة من أبوظبي. صباح الخير سيد طراد، دعنا في البداية يعني نستفسر عن هذه الأرباح التي قام البنك بتحقيقها والتي عزاها المصرف إلى النمو القوي في قاعدة العملاء، يعني دعنا نستوضح ما هو النمو في قاعدة العملاء بالنسبة لمصرف أبوظبي الإسلامي. شكرا، هذا اعتقد ان هذا سؤال جيد. يتميز مصرف أبوظبي الاسلامي في زياده ارباحه ان الزياده اللي عندنا لم تاتي من تخفيض المخصصات الائتمانيه. المحللين الماليين بيعرفوا الفرق ما بين زياده بالارباح من التي تنتج عن تخفيض في المخصصات. احنا الزياده عندنا في الارباح تاتي فعلا من عمل البنك، شغل البنك العام. العملاء عندنا الآن فوق 800 ألف عميل انطلاقا من تقريبا 200 ألف عميل في 2008. زيادة في أصول البنك، الأصول التي تتبع التعامل مع العملاء، التمويلات، زيادة في قاعدة الودائع في البنك، كلها تشير إلى نمو حقيقي صافي، والأرباح التي ترونها هذه زيادة أرباح حقيقية. طيب بالنسبة للبنك يعني كان قد أعلن عن استحواذه على خدمات الأفراد في بنك باركليز، هذه الخطوة كم تدعم من أرباح البنك؟ هذه الخطوة فادت عنا في نمو أرباح قطاع الأفراد، وأرباحنا التفصيلية معلنة موجودة بالويب سايت لكل مجال عمل، ولكن النمو اللي في مصرف أبوظبي الإسلامي وهو المعلن الآن أتى في كل القطاعات، أتى في قطاع الشركات الكبرى، في قطاع الشركات الصغرى، في التعامل مع الأفراد ذوي الثروات العالية والأفراد العاديين. الزيادة التي أتت في قطاع التجزئة للأفراد استفادت من صفقة باركليز. طيب ماذا عن خططكم التوسعية؟ يعني ما الذي يجذبكم في سيتي جروب في مصر حيث تخططون العام القادم الاستحواذ على الأنشطة أو أنشطة التجزئة المصرفية في مصرف سيتي جروب؟ هذه الصفقة الله يسلمك يعني انتهى النظر فيها من شهر. كان هناك 6 بنوك، 4 منهم من دولة الإمارات، إحنا كنا منهم، ولكن كانت المنافسة عليها شديدة، وفي بنك مصري البنك التجاري هو الذي نجح في الاستحواذ عليها حيث أنهم دفعوا سعر منافس، ولم يكن من نصيبنا عمليات التجزئة في مصر من سيتي بنك، ولكن الشركة يعني احنا في مصر نملك 49% من مصرف أبوظبي الإسلامي هناك و51% من مستثمرين آخرين، هناك نمو ممتاز في البنك وأرقامه معلنة في أسواق المال، فالاستحواذ كان ممكن يكبر العمل في مصر بشكل ملحوظ في قطاع التجزئة، ولكن خسارته لن يضر البنك، النمو حيستمر، والاستحواذ كان حيوفر علينا تقريبا سنة ونص من النمو، راح نستمر في النمو بمصر بغض النظر عن الاستحواذ الذي خسرناه للبنك التجاري. قد تكونون يعني إن خسرتم صفقات في مصر لديكم توجهات إلى بلدان أخرى في آسيا أو في شمال أفريقيا، إلى ما تسعون؟ في المرحلة هاي في 2015 تركيزنا على سوق الإمارات، نمو قطاع التجزئة في سوق الإمارات، دخولنا في عملية الديجيتال بانكينج في سوق الإمارات، وتنمية تعاملنا مع الشركات الصغيرة والوسطى في سوق الإمارات في 2015. إنما التوسع خارج دولة الإمارات فنحن نقوم بدراسات مش من السنة هذه، من يعني من الأساس ضمن خطة البنك للتوسع، نقوم بدراسات في دول نعتقد أنها مناسبة وملائمة لعملنا. الدول التي تناسب عملنا كمصرف إسلامي معروفة في الشرق الأوسط، الدول معروفة وموجودين إحنا فيها، إنما خارج الشرق الأوسط النظر إلى ماليزيا وإندونيسيا. طيب. ننظر لهم في مجال الدراسة، ولكن ما في شيء
يعني من ناحية صفقة حتعلن عن قريب، هذا الشيء غير موجود. طيب ماذا عن حجم التمويلات المقدمة من قبل مصرف أبوظبي الإسلامي للعملاء؟ كيف تتم التوزيعات يعني بالنسبة للأفراد ومؤسسات؟ يعني احنا بشكل عام نتكلم عن مصرف أبوظبي الإسلامي انه 55% الى 60% قطاع التجزئة، والباقي هو قطاع التجزئة هو الأفراد والشركات الصغرى بين 55 و 60%، وما تبقى هو للشركات والخزينة في البنك. طيب. هذا هو التوزيع العام، وسوف نحافظ على هذا التوزيع في المستقبل. دعني أتوجه إلى الاكتتاب للأسهم المطروحة لعملية إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال المصرف بطرح أكثر من 500 مليون درهم إماراتي. بعد تغطية هذا الاكتتاب الذي سيكون في شهر أغسطس المقبل، في ماذا ستستخدم حصيلة الاكتتاب لهذه الزيادة؟ المصرف في عنده نمو مستمر، والنمو المستمر اللي هو استحواذ على عملاء وتكبير ميزانية البنك من ناحية محفظة التمويل ومحفظة الودائع، هذا الشيء بيتطلب زيادة رأس المال. فالخيارات اللي عندنا بسيطة، يا إما أن احنا نقف عن توزيع الأرباح اللي هي الديفيدنز، أو نستمر في توزيع الديفيدنز الأرباح ونزيد رأس المال. شرائح المساهمين مش كلهم متساويين من ناحية احتياجاتهم المالية أو طموحهم الاستثماري. هناك شريحة بتحب إنه الديفيدنز يستمر توزيع الأرباح وبشكل عالي، وهناك شريحة بتحب إنه البنك يتوسع أكثر. فإحنا أعطينا الشريحتين الخيار، من يريد ديفيدند بيأخذ ديفيدند، وهذا ينطبق على الجميع، ومن يريد أن يساهم في زيارة رأس المال يستطيع أن يساهم في زيارة رأس المال. فإحنا حاولنا أن نحافظ على توازن ما بين الشريحتين من العملاء. فال500 مليون ستذهب لتعزيز قاعدة رأس المال في البنك وتساعد البنك على النمو المستمر. وأحب أحكي أنا أن زيارة رأس المال في المستقبل أيضا واردة في 2016 و2017 حسب نمو البنك. يعني هذا الشيء باب مفتوح ومستمر، ونمو البنك هو الذي يدفع قراراتنا في زيارة رأس المال بالاتفاق مع المساهمين. نتمنى لكم ذلك، النمو القوي وزيادة رأس مال المصرف خلال الأعوام المقبلة أيضا. إذا أشكرك جزيل الشكر سيدة رادة المحمود، وأنت رئيس تنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، شكرا على هذه المداخلة.